اخي محمد سلام ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بث مباشر من مدينه تازة وجوله بهذه المدينه في اليوم امسيه او عشيه اليوم الثالث من عيد الفطر. نشوفوا الاجواء، الحجر السحب بمدينه تازة. التزام امني زرايد، اسمح لي. عليكم السلام يا اخي، شكرا يا اخي، مرحبا مرحبا بمتابعي الكرام، مرحبا بكم على قناه شوف تي في. اش كاين يا اخي؟ دايرين جوله بالمدينه، شوفوا الاجواء كي دايره يا اخي في اليوم الثالث من رمضان، من عفوا من عيد الفطر يا اخي. شكرا يا اخي زريد، مرحبا بك يا اخي، شكرا على الانضمام يا اخي. سلام يا اخي عمير عبدو، مرحبا يا اخي. المدينة شبه فارغة، التزام بالحجر الصحي، ثالث ايام رمضان. هشام وعليكم السلام يا اخي هشام، مرحبا بك يا اخي على قناة شوف تي في يا اخي، وبث مباشر من مدينة تازة. اخي حديدو عيد مبارك سعيد يا اخي،
شكرا يا أخي. شكرا يا اخي. حي هشام، مرحبا. سي بياد، سلام يا اخي. شكرا يا اخي. سي حديد وديما حديدو، مرحبا بك يا اخي العزيز. جولة بارجاء هذه المدينة، نشوفوا الاجواء كي دايرة في ثالث ايام شهر عيد الفطر. التزام بالحجر الصحي ولله الحمد، التزام بالحجر الصحي ولله الحمد. نعتذر على جميلة جميلة. السلام، شكرا اخويا عبد الله، مرحبا. جميلة، حكم الشرعي القتل ايها، لا لم نفهم تدخلك يا اخي. شكرا جميلة. الصراحة كنت متعبد مباشر. نشكرك يا أختي جميلة. مساء الخير اخي. شكرا لمياء، مرحبا بك يا لمياء. زفزوف في طريق الوحده ان شاء الله. ان شاء الله يا اختي رجاء. غنشوفوا القدس المسيره ونرجع. شوفوا حتى داك المشروع اللي اتقدم واش خدام.
الفضاء التجاري أتقدى. سلاوي يمكن نعيمة مرحبا يا أختي، سحياني مساء النور يا أخي. لا سي عبدو الجو مزيانة يا أخي، الجو الحمد لله مزيان. سي عيسى أبو عيسى الجو مزيانة يا أخي الحمد لله. احنا مازال بحال اللي عندنا أجواء رمضان سبحان الله. مرحبا بالناس قرسيف يا اخي الرئيس، مرحبا. ان شاء الله راحنا غادي نديرو شي واحد الجوله في قرسيف عما قريب يا اخي. غادي قناه شوف تيفي غادي تجي لقرسيف ان شاء الله، غادي نديرو جوله بقرسيف باذن الله قريبا ان شاء الله. هذا الاسبوع ان شاء الله تكون عندنا جوله بقرسيف.
مرحبا بك سي عبد الناصر، بارك الله فيك يا اخي. مرحبا يا اخي عبد العالي. هاي جزيرة، تحية. تحية تحية، شكرا. ان شاء الله العشرة الليل يا اخي، العشرة الليل يا اخي باذن الله.